السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة لقاءنا إن شاء الله أنصح مع بعض الديفوار بتاعي على الحصة رقم 21 كتاب الصغير من باج سانت غيز 113 إلى باج سان فانتيا 121. اتفضلوا يا أولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. فوق خالص بيقول لي إكزرسيز سيغ لونيتي 4 لو كلوب دي فواياجور، نادي المسافرين. عنوان النص فوق خالص بيقول لك لي دي دوكيمون، اقرا الوثيقه بوي غوبون ثم اجب او كيستيون على الاسئله. ده عباره عن ايميلات يا اولاد مرسله على النت بتقول بوستي بار، ارسل بواسطه جوديت لو 5 جويي 5 يوليا 2016 الساعه 10 وربع. جوديت بعت الايميل دوت وبتقول بونجور جو مابيل جوديت جيدي ساتان وعمري 17 سنه جون كوني با بيان باري، ما اعرفش باريس كويس. فو بوفي مدير، ممكن تقولوا لي سكو جو دوا فوار، ماذا يجب ان ارى اي فير واعمل اي كومونتي علي وكيف اذهب اليها. ردت عليها واحده اسمها لوسي الساعه 10 25 دقيقة، يعني بعدها ب 10 دقايق. بتقول بوستي بار لوسي لو 5 جويي 2016 10 10 25 دقيقة. بتقول لها سالي تو بو الي، تستطيع الذهاب او تروكاديرو. تروكاديرو ده الساحة الكبيرة جدا اللي يقع فيها برج ايفل. تقدر تروحي ساحة تروكاديرو، تو ان في مانيفيك، هتلاقي منظر رائع جدا سيغ لا تور ايفيل على برج ايفل. الوغ اذا تبرون المترو تاخدي مترو روج ليني روج الخط الاحمر، تي دوسون وتنزلي على ستاسيون دو تروكاديرو وتنزلي في محطة تروكاديرو. جيسي ردت الساعة 11 الا تلت، بتقول لها بوستي بار جيسي لو 5 جويي 2016 اديزور 40 الساعة 10 40 دقيقة. بتقول لها سالي جوديت pour visiter Paris، عشان تزوري باريس tu peux prendre، تقدري تاخدي لو هوبن هوب. ايه الهوبن هوب ده؟ نشوف دلوقتي. تقدري تاخدي لو هوبن هوب، سي تان بوس توريستيك، ده اتوبيس سياحي كي في لا فيزيت دي ليو توريستيك، بيعمل زياره الاماكن السياحيه. ده بيبقى يا اولاد اتوبيس مكشوف، تبقى راكب من فوق كده على الكراسي وانت السقف مفيش سقف يعني مكشوف، تقدر تتفرج على البلد كلها وانت راكب اتوبيس. تو بو ديسوندر، تقدري تنزلي ان اري في محطه او في موقف، فيزيتي ليو تزوري المكان، اي ريبروندر وتاخدي مره ثانيه ان اتوبيس ثاني افيك لو ميم بيي، بنفس التذكره بور كونتينوي لا فيزيت، عشان تكملي الزياره بتاعتك. سي جينيال، ده شيء رائع جدا. كاميليا ردت الساعة 11 إلا 10، بتقول بوستي بار كاميليا لو 5 جويي 5 يوليا 2016 الساعة 10 50. بتقول لها بونجور سي تو ام لو سبور، لو بتحب الرياضة تو بي فير ان تور، تقدر تعمل لي رحلة أو جولة في باريس أو فيلو بالعجلة. تو نو با دي فيلو، ما معكيش عجلة؟ طيب تو با تي بو اون لويي، تقدري تأجري واحدة دولاجار من محطة ليو. دي يا ولاد عجل زي لو شفتوا كده في فيلم اسمه همام في امستردام، بيبقى فيه ساحة كده محطوط فيها العجل مخصوص، ده بيتأجر، تحط الكوين كده في الخزنة بتاعت القفلة في العجلة، تاخد العجلة وتسحبها تروح تعمل بيها مشوارك وتركنها في محطة ثانية، مش مشكلة يعني. أميز توابيا، استمتعي جيدا، اتفضلوا. نشوف كده يا جماعة اللي بعت الجودات واللي ردوا عليها لوسي وجيسي وكاميليا. نشوف أول سؤال بيقول لك لو هوبن هوب إيه؟ يا ترى قال لي يوتورستيك مكان سياحي ولا نون دو موان ترانسبور اسم وسيلة مواصلات ولا كارتييه حي في باريس ولا نون دو ناري اسم محطة أتوبيس؟ لا طبعا ده اسم وسيلة مواصلات. جوديت فو فيزيتي، عايز تزور باريس اون جويا، اون جويا في شهر يوليا، جويا يوليا، جانفي يناير، جانفي مكرره، معلش
المهم انها الاجابه صحيحه رقم ب. 3 برالي على توري ايفل عشان تروح الى برج ايفل. جوديت برو هتاخد مترو ولا بيس ولا فيلو ولا تريا؟ لا هتاخد المترو لانها هتلاقيها خد المترو الخط الاحمر. جي سي بروبوز ا جوديت دو. جي سي اقترحت على جوديت انها تعمل جوله في باريس بعجله ولا تزور اماكن سياحيه ولا سوبر مين تتفسح في تروكاديرو ولا بروندو اللي مترو. لا والله نفتكر بقى جي سي دي عملت ايه. جي سي دي اقترحت ايه؟ جي سي ديت ضال اقترحت انها تاخد اتوبيس وتعمل زياره لاماكن سياحيه. ماشي يبقى اقترحت عليها تزور اماكن سياحيه اللي جابها رقم ب. طيب بور لوي انفيلو عشان تاجر عجله. جوديت دواء لي يجب ان تذهب الى ستاسيون. ستاسيون معناه محطه مترو. جار محطه قطر. الريمو اوف اتوبيس لابلاس تروكاديرو محطه تروكاديرو او ميدان تروكاديرو. لا طبعا هتروح الى جار. كاميليا ابوستي. كاميليا ارسلت الساعه 10 سانكونت 10 50 دقيقه يعني 11 ل 10 ولا 10 40 دقيقه 11 لتلت ولا الساعة 10 وربع ولا الساعة 10 25 دقيقة؟ كاميليا دي نشوفها بتهيألي آخر واحدة بتهيألي كده. كاميليا فعلا آخر واحدة كانت الساعة 11 إلى 10. كاميليا يبقى دي فعلا أرسلت الساعة 11 إلى 10 10 50 دقيقة اللي جاب رقم أ. كده اللي جاب رقم أ وهنا جاب رقم ب وهنا كانت ب برضه وهنا مترو وهنا كانت يوليا وهنا كانت معيان ترانسفور. دي كده الاجابات كلها عشان لو عايز تراجع. نقل بعد كده نشوف القطعه الثانيه بتقول ايه. اتفضلوا. برضو لي سودوكيمو اقرا هذه الوثيقه بويري بوسو ما يجب على الاسئله. ماري ايطالي. ماري ذهبت طبعا بما ان ماري دي بنت فتلاقى الزمن ده بسيط كوموزي مع الاوكسيلين اتر مع مسلسل اتر وفي حرف هنا اكور على ماري. ماري ذهبت الى الريف شي سيجرام برو عند اجدادها افيكسون فرير مع اخوها بيير. الزوم بسي قضوا ثلاث ايام انوبليابل لا تنسى. دي اساسا يا اولاد الفيرب بتاعها اوبليه ينسى. يبقى انوبليه لا ينسى يبقى انوبليابل لا تنسى. ماري ابسي لا جورني. ماري قضت النهار ارى مصيدي فريز في جامع الفراوله ايدي زوب البيض. الا اسيدو ني امانجي اكلت ايضا اوفولي الدواجن. بيير اباسي. بيير قضى سنتا وقته اناجي في العوم ده اللي لك في البحيره. تو بريدو بيلاج قريب جدا من القريه. الا اسيسفي الا اسي بقى الا اسي هنا المفروض هنا اسي فاصل. الا اسي في دي في تي تي ركب عجل على فوري في الغابه افيك سي كوزان مع ولاد عمه توم وناتالي. توم وناتالي. ماري وبيير ايلور كوزان بقى كده اربعه. ماري واخوها بيير ماشي وتوم وناتالي اللي هم ايلور كوزان. ام بصي قضوا السهره اجوي في لعب وجو فيديو بلاي ستيشن. ابريل الرتور بعد العوده ماري واخوها اورون كونتري قابلوا دانيال ام فوازان دي كارتي صديق من الحي او جار من الحي. اللي بيه ام مونتري وروا له ليرفوتو صورهم على فيلم في المزرعه وعلى فريق في الغابه او ضلوا لكم او في البحيره كمان. دانيال نيمبا لا كامبيان لا كامباني. دانيال ما بيحبش الريف باسكو ليا دي زانسكت يوجد حشرات برتو في كل مكان. تمام نشوف كده الاسئله مفيش مانع نرجع تاني لو احتاجنا. ماري وناتالي سون دو سور دو فوازين دو كارتي دو كوزين دو جمال. هي ناتالي وماري. ماري ديت اللي هي البنت وناتالي دي بنت عمها ماشي يبقى دول ولاد عم. يبقى الاجابه الصحيحه دو كوزين بنات عم. دانيال ما بيحبش الفيلاج باسكيل ني في با بو لا الجو مش جميل هناك. النيابا دي السينما ما فيش سينمات. إلا بير بيخاف من الحيوانات. إلا بير بيخاف من الحشرات. لا هو بيخاف من الحشرات عشان بقول لك يجوا حشرات كتير. ماري وبيير ام بصي قضوا السهره
لا فيرم في مزرعه الجد، جوي في اللعب مع ولاد العم، ايدي في مساعده الاجداد، رمصي في جمع الفراوله والبيض. هو انا اعتقد في اللعب مع ولاد العم، بس برضه هنشوفها. قضوا السهره في لعب بلاي ستيشن اهو. توم وناتالي وماري وبيير قضوا السهره في لعب بلاي ستيشن. يبقى صح، يبقى في اللعب. الاجابه الصحيحه هنا كانت دي، والاجابه الصحيحه هنا دي، والاجابه الصحيحه هنا في اللعب مع ولاد العم. ماشي. بيير افي دي فيلو ركب عجل ضل يشوف في الحقول سير لابيس كلابل بريدو بريديو لك ولا على فوري. هي اعتقد انها على فوري، بس نتاكد برضو. بيير ركب العجل فين؟ على فوري في الغابه. مظبوط. يبقى الاجابه الصحيحه، معلش يا اولاد لو بتحب لو نرجع كده نتاكد، طالما عشان الـ 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 القطعه بعيده عن عينك فلازم ترجع تاني، مش مشكله يعني. وهنا وهنا. طيب بيير واخته قضوا نقط على كامبانيا موان دي يوسفين اقل من اسبوع، اكتر من اسبوع، اسبوع، شهر؟ لا طبعا المفروض ان هو اقل من اسبوع، قضوا 3 ايام ولا يومين باين. هم قضوا كام يوم؟ 3 ايام. طيب اخيرا لومتا في الصباح ماري ابصيلو قضت الوقت في العوم في البحيرة، في جمع الفراولة الفواكه، في اللعب بلاي ستيشن، في ركوب الخيل. لا هي في جمع الفواكه، بس برضه نتأكد منها، نتأكد منها. قضت لاجورني ارا مصيري فريز في جمع فراولة وجمع بيض. يبقى كانت بتجمع بالفراولة. ماشي، بتجمع فاكهة. الإجابة دي. بعد كده ننقل بقى على المواقف. بتقول لي ايه؟ كيسك اون بيدير ماذا يمكن ان نقول في المواقف التاليه. تولمي صاحبك تدوموند يسالك كال مويان ترانسبور، اي وسيله مواصلات رول تسير على قضبان. ايه وسيله المواصلات اللي بتسير على قضبان؟ القطر طبعا، لوتران. طب لوتران دو نيفير قطر الساعه 9 وصل الساعه 10، يبقى كده متاخر. ايليه اون افونس بدري، ايليه اون روتار متاخر. جنين بقى انا ما بحبش اخد القطر. إلى دي روتار متاخر، إلى دي روتار. طب ليه يا مستر ما قلتش إلى روتار؟ بص يا اولاد، هو في عندنا حاجه تعبير هنعرفها في الحصه الجايه ان شاء الله. في عندنا لما نحط فيرب قطر مع اون روتار، غير ما نحط فيرب افوار مع دي روتار. المعنى واحد، الاثنين معناها متاخر، بس الاولى تخص الاشخاص والثانيه تخص وسيله مواصلات. يعني لو انا متاخر هقول لها جو سوي اون روتار، لو القطر اتاخر هقول لها إلى دي روتار. فهنا قطر الساعه 9 وصل الساعه 10 يبقى إلى دي روتار. يبقى الاجابه الصحيحه رقم دي. ده سؤال فني، سؤال حلو، مش اي حد يجاوب صح يعني. طيب صديقك في دوموند يسالك سي تو في لكورس هل بتعمل شوبينج، تقول ايه؟ تقول اختي اشترت ملابس ولا لا دي ماما، ولا بروح السوق، بروح السوق ولا ام با بنزل الى السوبر ماركت. طب هل السؤال ده كده يا جماعه، ما دام سي هنا في وسط الجمله بالمنظر ده، صديق بيسالك هل، يبقى لازم تجاوب الاجابه بتاعتك وي او نو. فهنا هل انت بتعمل شوبينج؟ لا دي ماما. كلمة وان ترانسبور، اي وسيله مواصلات تاخذ للذهاب الى المدرسه. كمنطق بقى، ما تجيش تقول لي باخد طياره، مش منطقي اخد اروح مدرسه بطياره. وسائل المواصلات تكون مزدحمه، باخد اتوبيس دي تنفع. بروح مدرسه كل صباح، لا طبعا دي الاجابه الصحيحه رقم سي، اجابه مظبوطه. ماشي، ادري بعد كده الجمله رقم 5. انكوبان صديق تو دوموند يسالك او تو في دو سكيت، اين تو بيزن سكيت؟ تقول له جو في دو سكيت افيك مي كوبان، ولا سير لو كور دو تنس على ملعب التنس، ولا على السكيت بارك، ولا في الباتينوار؟ لا طبعا السكيت بارك دي ساحه التزحلق.
لان الباتنوار دي ساعه تزعلك الباتيناج. كور دو تنس ده ملعب التنس. طبعا هنا بمارس مع الاصدقاء بالهجره مالهاش دعوه. طب تيتو مندي تسال صديق سوكي المي ماذا يرتدي لكي يذهب الى لكي يركب موتوسيكل. يلبس ايه عشان يركب موتوسيكل؟ يقول لك برتدي حزام الامان، خوذة، كوتشي، مايو. لا طبعا خوذة، لان من عوامل او من اساسيات ركوب الموتوسيكلات والعجل يا جماعة الجوانتي والخوذة. نيجي بعد كده موقف رقم 7. صديق تيدوموندي يسألك سكتي فيه برقى ليه افيلو، برضو تعمل ايه عشان تركب عجلة؟ تقول اخد اتوبيس، اخد شاي، اخد طريق العجل، ارتدي حزام امان. لا طبعا اخد طريق العجل. تيتو موندي بتسال صديق اكل اري، اري دي معناها موقف اتوبيس، في اي موقف او اي محطه يعني بينزل. انت بتسال صديق في اي محطه هينزل، يقول لك انا هنزل في ميدان المركزي، المحطه المركزيه يعني الموقف. لري المحطه بياندو كري مزينه جيدا، اخويا نازل في المحطه الجايه، انا بنزل الاتوبيس. لا طبعا الاجابه الصحيحه رقم اه. اخوك الصغير تيتو موندي يسالك هو انفا اين لازم عشان ناخد المترو، عشان ناخد المترو تقول الا جار ولا الا ري ولا استاسيو ولا ري ريبور. لا طبعا المترو يبقى استاسيو. الجار دي يا جماعه محطه قطر بس. الانجليز عندهم محطه اسمها ستيشن بتاعت اي حاجه، لكن في الفرنسيين لا، الجار محطه قطر، الري محطه اتوبيس، استاسيو محطه مترو، بقى الايرور ده طبعا للطياره. طيب ننتقل بعد كده يا حبايبي الى موقف رقم 10. تيتو موندي انكلو بان تسال صديق كومو الفا، كيف يذهب الى الريف؟ الدي يقول اخد اوتوكار اتوبيس سياحي اللي هو سوبر جيت او جو باص، دي تنفع. انا هنزل في المحطه الخامسه؟ لا. انا بنزل في الاجازه بروح الريف في الويك اند؟ لا طبعا الاجابه صحيحه، خلاص علمتها. لان يا اولاد ما دام هسافر الريف يبقى سافر من مدينه لمدينه او من المدينه الى الارياف، يبقى هاخد يا اما القطر يا اما الاوتوكار. طب تو ايه دون لوبيس، انت في اتوبيس جارك يقول لك، لا جنبك يقول لك انت نازل في اي محطه، دي تنفع. اريد تذكره الى الاسكندريه من فضلك؟ طبعا دي لا، لان دي البي دي تذكره قطر. طيب الى المحطه من فضلك؟ طبعا الكلام ده لو انا راكب تاكسي بكلم سواق التاكسي واقول له الى المحطه لو سمحت. الا ستاسيون سويفونت، في المحطه التاليه، دي محطه مترو. انا كل الكلام ده فين؟ انا في اتوبيس. الاجابه الصحيحه رقم اه خلاص. اخوك الصغير تيتو موندي يسالك اوتي فا اين تذهب عشان تاخد القطر؟ تقول له الايروبور، مارشي، جار، ستاسيون. القطر يبقى جار، يبقى انفا على جار. ننقل بعد كده الى موقف رقم 13. تيتو موندي بتسال صديق كلم وين ترانسبور، اي وسيله مواصلات البرو ياخذ لكي يعمل كروازيير، رحله على الميه، سواء رحله بقى في النيل او في البحر، سيا ياخد الموتو موتوسيكل، افيون، طياره، باتو، مركب، اوتوكار. طبعا المركب. صديق تيتو موندي يسالك لوتري القطار رول سيركوا يسير على ماذا؟ سير لاروت على طريق اسفلت، سير لوري على القضبان فوق الارض، ولا تحت الميه؟ لا سير لامير على الميه، على البحر يعني. طب على القضبان تحت الارض؟ لا طبعا على القضبان فوق الارض، لان القطر قضبان فوق الارض، لكن القضبان تحت الارض ده مترو، قضبان تحت الارض ده بيبقى مترو. طب تيو اتون تنتظر اتوبيس ولكنه متاخر، فاكر من شويه لما قلت لك لوسائل المواصلات بنحط فيرب افوار مع دي لوتار، انت مستني اتوبيس ولكنه متاخر، تقول ايه؟ اخد اتوبيس، اخد تاكسي، ماذا تاخذ؟ ما اعملش حاجه، لا طبعا اخد تاكسي ما دام مستني اتوبيس ومتاخر. طب تي كونساي تنصح صديق كي كوندوي يقود سياره، تقول له ايه؟ اتاش لا سانتي دو سكرتي اربط حزام الامان، دي تنفع.
هقول له رول تريفيت امشي بسرعه جدا، مارش امشي على الرصيف يبقى مش دوس الناس، باس وفي روج عدي في الاشاره الحمراء لا طبعا، الاشاره الحمراء يعني يقف. الاجابه صحيحه رقم اه، يبقى اربط حزام الامان. طب تيتو موندي بتسال سائق تاكسي او بتطلب، طبعا انت عارفين يا جماعه ان الفيرب دوموندي ده معناه يطلب معناه يسال، تطلب من سائق تاكسي دوتو كوندوير انه يوصلك الى المحطه، تقول له ايه؟ لاجار ابريد السي المحطه قريبه من هنا، اوي لاجار الى المحطه من فضلك، تشوفا بروندر لوترا لا طبعا الى المحطه من فضلك. الاجابه رقم سي. انتهى كده، خلصنا 17 جمله. يا ترى في تاني ولا لا؟ تعال نشوف. لا، ننقل بقى الى جرامير. بيقول لك ايه يا سيدي؟ شوازي لا بون غيبونس، اختار الاجابه الصح. رامي فا او سونتغفيل، رامي رايح وسط البلد، نوع التاكسي اه ولا بار ولا اون ولا دون؟ لا طبعا اون تاكسي. احنا كنا عارفين يا جماعه معلومه قديمه واخدينها من ناس ثانيه، بين وسائل مواصلات بركب، مواصلات مواصلات اللي بركب جواها لو قدامها اداه بقول بار، ما فيش اداه بقول ايه؟ اون. اما لو الفيرب مستخدم فيرب براندر بحط دي في ني تعريف لو، اقولها برون لو بيس، اخد اتوبيس او برون ان تاكسي. طب ايه ما اطون؟ اما تنتظر، فيرب اتندر برضه يا اولاد زيه زي فيرب براندر، مع وسائل مواصلات بياخد ديفيني تعريف. اما تنتظر الاتوبيس للذهاب الى السينما. امبرو اهو، ادي فيرب براندر اهو، هتستخدم فيرب براندر مع وسائل مواصلات يبقى الا باصراف، عشان الاوتوكار اتوبيس سياحي بادئ بفيال. يبقى ناخد الاوتوكار لكي نعمل اكسكيبسيون، اكسكيبسيون معناها رحله مدرسيه. طب ميكو بقى اصدقائي، ام سودو بلاسي بيحب يتنقلوا بالعجل يبقى افيلو، بوراليه وبارك للذهاب الى البارك، بروني خد، مدام فيربو براندر ياخذ يبقى ديفيني تعريف، خد لو مترو. نو نقط نوتر اونكل، نحن ننتظر عمنا في المطار، طبعا ده فيربو اتندر مع نو بانوزا التندون. جومود بلاس بتنقل دايما على الاقدام تبقى بيه. أحلى حاجة في الدرس ده يا أولاد إن في كم كبير قوي من الكلام خدناه قبل كده، خصوصا في وسائل المواصلات. أونيتي في الصيف، مونبير بار، بابا مسافر مارسيليا، نقط باتو، ممكن تقولها آه ولا شير ولا أو ولا بار، لا بار باتو. لو فلوريست بياع الزهور، نقط دي روز، بيبيع يبقى فون، بياع الزهور بيبيع روز ورد. تشيفاو لسي تذهب مدرسة، أين تذهب إلى المدرسة؟ مش معقول. كيف تذهب إلى المدرسة؟ معقول. من تذهب إلى المدرسة؟ لا. كل برضو لا. فو نقط لوتران، طبعا مع فو فيرب براندر مع فو يبقى فو بروني، فو بروني لوتران أكيلور، أنت بتاخد قطر الساعة كام؟ جو ديسون أنا نازل، الفيرب ينزل يا أولاد ديسوندر. لو هجيب وراه مكان يبقى حرف الجر اه باشكاله بقى. ده مع المكان، لكن مع الوسيله يا رب سجل الكلام ده عندك، بس مع الوسيله حط حرف الجر ده. يبقى لو انا قلت لك انا نازل، نازل فيه ولا من؟ ده ايه؟ قطر، يبقى من القطر، يبقى يا جي يا دولا يا دو الا بصروف يا دي، بما ان القطر مذكر تبقى جي. لو انا نازل في المحطه يا اولاد، المحطه مؤنثه اقولها على جار. طب كومون فو نو دو بلاسي، الفيرب ده برونومينال زو دومارين، يبقى فو فو. كومون فو دو بلاسي اون فيل. فواتير عربية، اخترت العربية كلمة في ميناء مؤنثة يبقى كل في ميناء، كل فواتير أي عربية اخترت. إلى أطان، ما دام ده فيرب أطاندر، هو فيرب أطاندر ينتظر و براندر ياخذ، وأفعال ميول طبعا بناخد معاها ديفيني تعريف دايما. يبقى إلى أطان ياخذ الأتوبيس لكي يذهب إلى العمل. يبقى كمان مرة يا أولاد، فيرب براندر ياخذ وأطاندر ينتظر وأفعال الميول الخمسة
الاربعه قصدي كلهم دول مع ايه؟ مع ديفيني في وسائل المواصلات. ماشي. لتوريست السياح الاوتيل هيلتون. السياح دول يعني الى بكاس، الى بكاس يبقى دي سوند. السياح نازلين فندق هيلتون. جوفي امون يقول بروح الى مدرستي على رجليا يبقى بيه. كي نوت اسات كيستيون، من يجيب على هذا السؤال؟ الفيرب اتصرف مع كي ولا زي ايل بالظبط، فبالتالي الصرف ده تصريف ايل، يبقى كي ريبو من يجيب على هذا السؤال. مارتين ستودو بلس، مارتين بتتنقل دائما بالعجله يبقى افيلو او بيسيكليت. مويان ترانسفور وسيله مواصلات تفضل، الوسيله كلمه مذكره يبقى كل. جبريفير ما دام افعال ميول يبقى ديفيني تعريف، جبريفير لو باتو، بفضل المركب لكي يعمل كروازيير. كوبرونتي ماذا تاخذ للذهاب الى وسط البلد يبقى اونفيل. اونفا لايربور، من نذهب الى المطار؟ اين نذهب الى المطار؟ كيف نذهب الى المطار؟ كلا طبعا كيف. جيم بروندر لافيون، انا بحب اخد الطياره، وانت يبقى ايه طوا. سامي انفيلو، سامي عنده عجله وي ايلو نا عنده منها واحد، عشان ده يعتبر عدد رقم واحد، وفي الاعداد بنحط ضمير شخصي ايه خلاص كده 25 جمله حبايبي. انقل جبرو، لسه قايل لك ان فيرب براندر مع وسائل المواصلات ياخد ديفيني لو، يبقى جبرو لو بس. لو باساجي، الراكب نازل من الطياره، الطياره مفرد مؤنث يبدا، قصدي مفرد مذكر يبدا بافايل تبقى دي الا ابوستروف، دي الاجابه الصح. عشان قلت لك من شويه ان فيرب ديساندر تاني اهو، ديساندر مع وسائل المواصلات مع الوسيله حط له حرف الجر جي او دو لا او دو ال ابوستروف او دي، لكن لو هتنزل من مكان ده معناه ينزل، لو هتنزل في مكان اسف يبقى حرف الجر او لا ال ابوستروف او بالعكس. دي بقى يا اولاد اللي بنسميها الثوابت امتحانات، يعني تبقى حافظ ان فيرب ديسوندر ده ياخد ايه وراه مع الوسيله مع المكان. يبقى طيب الراكب نازل من الطياره يبقى ده الا ابوستروف، لكن لو هينزل في المطار يبقى الا ابوستروف تطلع دي، لو هينزل في المطار. طب نقول دو بلاسون، احنا بننتقل على رجلينا يبقى ابي ايه. اخوك مونت دون، الفيرب مونت يركب، دون ياخد وراه دي في تعريف لو، يبقى اخوك يركب في القطر. بوراليه وبارك فودو سوندي، عشان تروح البارك انت هتنزل في محطه رقم 7، المحطه دي يا جماعه كلمه مذكره، ما دامها مذكره يبقى او. تشيم تو دو بلاسي، بتحب تتنقل موتو؟ ماشي يا بابا. 31. طيب البرودكسيون، او تي فا، اين تذهب في الويك اند؟ قال لي في الويك اند جي في كلوب. كومون تي فا لابا، كيف تذهب الى هناك؟ قال لي جي في. الجريك ده يا اولاد ضمير شخصي ان شاء الله هناخده عشان ده اخر الضمائر، يعود على المكان. كيف تذهب الى هناك اللي هو النادي، يعني اذهب الى هناك بعجله بعربيه. مع مين؟ افيك ما فاهمين مع العيله. طب كلمة ان ترانسبور، اي وسيله مواصلات تستخدم في وسط البلد وبركوها لماذا؟ وكلمة ان ترانسبور، اي وسيله مواصلات تفضل للذهاب تفضل ان تاخذ للذهاب الى الخارج ولماذا؟ ده موضوع مهم جدا على فكره، ده موضوع من الموضوعات الهامه امبورتون مهم امبورتد من الانجلش. اي وسيله مواصلات تستخدم في وسط البلد، يبقى في وسط البلد بستخدم المترو. بوركوا ليه؟ باسكو الي رابيد لانه سريع، اي مؤشر ورخيص. وبعدين بور فواياجي، عشان اسافر الخارج يبقى بور فواياجي ان ترانجي. جو بريفير بروندر لافيون، بفضل اخد الطياره. ليه؟ قال لك باسكو جي بير دي باتو، بخاف المراكب. حلو جدا.
اجابه جميله قوي بسيطه جدا، كلام قصير ومش ايه، مفيش لف ودوران. الموضوع اللي بعده، طامير طادوماندي ده برضو تغيزن بقطان، بقى ده تغيزن بقطان مهم جدا. ده طامير طادوماندي مامتك طلبت منك دوفير لكورس تعمل شوبينج بدالها، راكنت احكي اداني كلمات استخدمها، فتجي متعب مهم ترسفور سيت مصالات مجازين محلات اشياء مشتريات شريو عرب مشتريات اجردوين النهاردة السيفن دردين النهاردة الجمعة مامير اترين فتيجي ماما تعبانة جدا. ده اول كلمة. الماضو ماندي طلب مني ديفير لكورس اعمل شوبينج اصلا بلاس بدلها، جيبغي لوبيس اخدت اتوبيس جيسبيس اللي ذهبت الى السوق جيمسوي ديرجي توجهت دابور اولا او مجازا دوفروي اليجيم الى محل خضار وفاكهة، جاشيت اشتريت دي بنان موز بوم تفاح كيلو طماطم دمي كيلو كونكومبر نص كيلو خيار انسوي بعد ذلك جيسوي زالي ذهبت الى البوشري محل الجزارة جي اشتي اشتريت دو كيلو دو فيون اتنين كيلو لحمة جيمي وضعت كل المشتريات ده حرف السي ده مش 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 اس وضعت كل المشتريات في الشريو انفا في النهاية جيسوي لونتري رجعت شيموا. طب برضو تيم وياه تحدث عن وسائل المواصلات المفضلة للذهاب الى المدرسة، ادي واحد اونفيل في وسط البلد ادي اثنين، الى الريف ادي ثلاثة، الترانجي ادي اربعة. ده برضو موضوع تخزن بغطان هام جدا برضو. انكم معناه شائع او عام يعني عشان نقول وسائل المواصلات العامة، المترو في وسط البلد، العرب الريف افيون جيفو برضه احدثك دو مي مويان ترانسبور بريفري عن وسائل المواصلات المفضله ليا كون جيفي اوليسي عندما اذهب المدرسه جبرون لوبيس باخد اتوبيس بور ميدو بلاسي اللي كانت تلقى في وسط البلد جيتوليز بلوفيلو بستخدم العجله كون جيفي على كامباني بروح الريف شي ميجران برو عند اجدادي جبرون وتكار باخد اتوكار وكون جيفي فواجي لما احب اسافر الى الخارج جو بريفير بروند لافيون بفضل اخد الطياره باسكو جي بيرني بخاف من المراكب. موضوع قصير جدا وبسيط ولغه جميله جدا وسهله. امتى؟ في تاني ولا كده خلاص؟ لا كده خلاص. سي سيفيني خلصنا يا حبايبي، القاكم على خير ان شاء الله. اورفوار، السلام عليكم.